بطارية تليفونك بتخلص بسرعة؟ جربت طرق كتيرة ونفس المشكلة لسه موجودة في التليفون بتاعك؟ تعال بقى النهاردة هعرفك طريقة سهلة وبسيطة من خلالها هتحل مشكلة نفاذ البطارية أو إن البطارية بتخلص منك بسرعة، لأن بكل بساطة الحل فيه إن الفيسبوك مع التطور أو التقدم أو التحديثات الجديدة ديت، تمام، في كام خاصية كده موجودين فيه لازم تكفيلهم، عشان الخواص ديت أو الخاصيات ديت أو الميزات ديت بتستهلك البطارية بتاع التليفون بشكل كبير. ده اللي هنتعرف عليه في حلقتنا النهاردة، تابع الفيديو للآخر عشان تستفاد منه. كل اللي انت تعمله دلوقتي هتدخل الاعدادات، ومن الاعدادات هتنزل لإدارة التطبيقات، هتضغط عليها وبعد كده هتضغط على قائمة التطبيقات، ومن هنا كده هتبدأ تختار الفيسبوك، هتضغط عليه، وبعد كده تيجي الحاجة اسمها استخدام البطارية، هتبدأ تضغط عليها، وبعد كده هتلاقي عندك الخيارات ديت متفعلة، السماح بنشاط في الخلفية ديت لازم توقفها، والسماح ببدء التشغيل التلقائي ديت لازم توقفها، لأن الخاصيتين دول بيستهلكوا بطارية التليفون بشكل كبير. وبعد كده هترجع تاني خطوتين لورا، هتيجي عند حاجة اسمها الأذونات، هتبدأ تضغط على الأذونات، هتيجي على حاجة اسمها الموقع، تدور على الموقع وتبدأ تضغط عليه، وبعد كده السماح عند استخدام التطبيق فقط هتبدأ تختار كلمة أرفض، لأن برضو الخيار ده بيستهلك البطارية بتاع التليفون بشكل كبير جدا. نفس الخطوات دي تبدأ تطبقها على الماسنجر عشان خاطر تحل مشكلة إن البطارية في تليفونك بتخلص بسرعة، لأن الفيسبوك الميزات دي تستهلك ياما من بطارية التليفون، فانت دلوقتي وقف الميزات ديت وفي فرق كبير قوي في مدة عمر البطارية بعد ما توقف الميزات ديت من الفيسبوك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.